كورينا مراسل شبكة شام ليحدثنا بعض الشيء عن التظاهرات التي خرجت اليوم وأعداد التظاهرات وأبرز اللافتات والشعارات التي رفعت في هذه التظاهرات. تفضل إياد. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. خرجت عدة مظاهرات في محافظة إدلب في كلي وكفرنبل وسلقين ومعارض مصرين، بالإضافة إلى بعض المناطق. كان ما يميز لافتات كفرنبل المميزة دائما وبحضورها المميز وبلافتاتها المعبرة، حيث يتم كتابة ثوار لافتات باللغة الأجنبية وباللغة العربية. كان التركيز على وحدة الثوار وعلى مؤتمر جنيف، حيث يرفض الثوار في الداخل هذا المؤتمر جملة وتفصيلا. وكذلك خرجت في معارض مصرين بعد صلاة الجمعة، وكانت المظاهرة نوعا ما قليلة بسبب القصف الذي تتعرض له مدينة معارض مصرين. كذلك خرجت سلقين في مظاهرة حاشدة بعد صلاة الجمعة، كانت الهتافات تركز على التوحيد بين الثوار وعلى كذلك التركيز على ضبط الحدود التركية السورية، وخاصة من قبل تهريب المازوت، حيث يؤدي هذا الأمر إلى فساد كبير في تلك المنطقة ويؤدي إلى إشكالات كبيرة وخاصة على المواطنين. طبعا المظاهرات لا تركز على النظام الأسدي، وإنما تركز على أخطاء الثوار. نحن نتميز عن النظام الأسدي بأننا ننقد بعضنا ونركز على أخطائنا ولا نتغاضى عن أخطاء، ويتم التركيز على تلك الأخطاء من قبل الثوار. إذا سمحت لي أن أتحدث عن الأوضاع الميدانية، استطاع الثوار. نعم، ننقد بعضنا لكن مع الحفاظ على وحدة الصف. طبعا طبعا نعم. نتكلم عن الأوضاع الميدانية في معسكر الحامدية. استطاع الثوار أسر العميد ناصر صلاح الدين، وذلك للمرة الثانية يتم أسر ضابط برتبة عميد، حيث استطاع مغاور كفروما من أن نصب كمين لسيارة العميد، وتم قتل جميع المرافقة التي كانت معه، وتم أسر العميد. وكذلك معركة نعمان تعرضت لقصف صباح اليوم من حاجز الحامدية، فيما قام الطيران الحربي بقصف على مدينة سراقب، مما أدى إلى استشهاد طفل وعدة إصابات في صفوف المدنيين. كان أصحاب المصابين في ظروف صعبة للغاية، وفي جبل الزاوية شهدت قرية عين لاروز قصف بالمدفعية الثقيلة. تركز القصف على القسم الغربي من جبل الزاوية. كذلك شن الطيران الحربي غار على قرية سرجة، وتم استهدافها بعدة صواريخ موجهة أدت إلى عدة انفجارات دون معرفة الخسائر حتى الآن. نعم، طيب ماذا عن الأوضاع الإنسانية إياد الآن؟ بالنسبة للأوضاع الإنسانية، مع قروب فصل الشتاء يعاني النازحين في شمال إدلب من صعوبة الحياة، وخاصة الذين يعيشون في الخيام، حيث أن الخيام لا تقيهم البرد ولا الأمطار، وذلك نعم تصل إليهم بعض المساعدات، ولكن هذا الأمر لا يقيهم البرد الذي يتعرضون له. الآن الهواء في الخارج شديد جدا، وهذا يؤثر على مسكنهم ويؤثر عليهم في الخارج، حيث أنهم في العراء في الخيام فقط تقيهم من الأمطار ومن الهواء ومن البرد. الآن نسمع أصوات الهواء، يعني بداية فصل الشتاء هي قاسية جدا على النازحين، وخاصة في منطقة أريحة وريف أريحة وشمال جبل الزاوية، في ظل المعارك التي جرت منذ فترة وأدت إلى نزوح العشرات من الأهالي في تلك المنطقة، وتركزوا إلى شمال إدلب، حيث يعانون من سوء الأوضاع الإنسانية. في منهم من يقيم في المدارس، وهذا الأمر يؤدي إلى كذلك يعني قلة تجهيز المدارس من كافة النواحي، والمعدات الطبية انتشرت عدة أمراض وعدة أوبئة نتيجة هذه التجمعات السكانية وسوء التغذية وسوء كذلك المياه، حيث أن بعض المياه ملوثة من الآبار. نعم، أشكرك وشكرا جزيلا إياد كورين مراسل شبكة شام، شكرا جزيلا لك.